أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن آخر عرض اقتصادي لهذا الأسبوع. حل المغرب في المرتبة 76 في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 الصادر عن شركة الأبحاث الأمريكية، متراجعا بخمس نقاط عن تصنيف البنك الدولي بتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، الذي وضع المغرب في الرتبة 71 في سهولة ممارسة الأنشطة التجارية لعام 2014. في موضوع آخر، قررت بورصة الدار البيضاء توقيف تداول أسهم المنعش العقاري أليانس إلى حين إيجاد حل لمشاكلها. وجاء قرار تعليق الأسهم من البورصة بعد حجز حسابات المنعش العقاري من طرف شركتي المعدنيات الكونتوار وميتالجيكا المغربي التابعة لمجموعة هولماكوم بعد أن تخلفت أليانس عن دفع مستحقاتها. في موضوع الشركات، أعلنت شركة بالمغي ديفلوبمون العقاري عن بدء عملية تسليم ربع العرض السكني لسكان المجزي في مساحة تبلغ 127 هكتارا. المشروع يتضمن فضاءات للترفيه وصالات رياضة ومسابح. التقرير في الموضوع من إنجاز حنان أفرزاس. منتجع سكني جديد ينضاف إلى سلسلة المشاريع السكنية الفاخرة والفخمة بالمغرب. بالموري لاكشوري ليفين، الشركة الرائدة في العقارات، أعلنت اليوم عن إنجاز نصف مشروعها المسمى كاليفورنيا غولف ريزورت وعن بدء عملية تسليم ربع العرض السكني من أصل 529 فيلا و437 شقة في مساحة تناهز 127 هكتار. البروجي كله فيه 127 هكتار. عندنا دي فيلا بتيت بوند اي غراند بوند، عندنا دي فيلا جوملي، عندنا دي فيلا ايزولي، عندنا بليزيور تيبولوجي ديال لي ابارتمون، عندنا دي دوبلكس، عندنا دي لوفت، وعندنا دي اكزيكوتيف فلور بلا بيسين الفوق، وعندنا بيان سور دي ريد جاردان اللي مطلوبين بزاف اللي فيهم ان غران جاردان، سي دي ابارتمون افيك جاردا كبيره وفيها لا بيسين. إضافة إلى المساكن الفاخرة، يخصص أيضا مشروع كاليفورنيا غولف ريزورت للزبناء ملعب غولف يضم 18 حفرة وبطاقة اشتراك لمدة سنة لكل الذين تسلموا مسكنهم، كما يوفر عدة فضاءات للترفيه من بينها صالات رياضية وحمام سباحة مغطى وملعب للتنس وحضانة لاستقبال أطفال القاطنين بالمنتجع السكني. وغادي يكون عندنا اون زون دانيماسيون، غادي يكون فيها ان كونتري كلوب بور لي غولفور، غادي يكون عندنا دي ريستوران، يكون عندنا اون سال دو سبور، اون كريش، دي تيران دو تنس، دو بادل، دو فوت، دو باسكت، وغادي يكون عندنا بتي سنتر كوميرسيال افيك دي بتي كوميرس دو بروكسيميتي بحال فارماسي، اون بتيت سوبيريت. المشروع يقع وسط غابة بوسكورة ويوفر 80 هكتار من المساحات الخضراء لضمان راحة السكان بمستوى عالي من فنون العمارة الحديثة والمميزة. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام موعدنا الاقتصادي. نشكر لكم طيب المتابعة ونتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة في أمان الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as trois mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non non, quatre mecs, ils étaient quatre. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Miditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.